تعاقد المجلس حازم مع المدرب التونسي، كيف ترى هذا الوضع وكيف ترى السيرة الذاتية للمدرب؟ يمكن نحن اختصرناها في آخر 10 سنوات بالنسبة لسيرة المدرب التدريبية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في البدء يعني أنا كنت أتمنى أنه المريخ أقدم على التعاقد مع مدرب بهذه السيرة الرائعة، والكرة التونسية كرة متقدمة ومعروفة بالنسبة لنا. نعم. كنت أتمنى أنه تعاقد المريخ مع هذا المدرب يجي في الوقت اللي فيه استقرار للمريخ. نعم. استقرار إداري للمريخ. لو كان في استقرار إداري للمريخ، المدرب ده حيقدم للمريخ كما شهدنا من قبل المدربين التوانسة، يعني أثبتوا جدارتهم في الكرة السودانية. نعم. كويس؟ لكن للأسف، وأنا بقول للأسف، المريخ يعاني. نعم. المريخ يعاني من فوضى، حتى الاتحاد ما قادر يحسم الحتة دي. وبالأسلوب ده المريخ ما حيستفيد من المدرب ده، لأنه دلوقتي المريخ 3 مجالس: مجلس حازم اللي هو يسموه مجلس الموردة، مجلس سودوكال، ومجلس حازم ذاته انقسم لاثنين، وفي مشاكل بينه وبين الرئيس ما يسمي نفسه جاكومي. الرئيس المناوب الجاكومي. في ظل هذا الوضع ما اعتقد انه المريخ حيستفيد من امكانيات المدرب ده. وانا ما اعرف الاتحاد حيتعامل مع المدرب ده كيف. هل حيسمح له يباشر من البنش مع الفريق، والله حيشرف على التدريبات وما ينزل مع المباريات مع الفريق؟ لانه الاتحاد ذاته الان ما قادر يحسم الوضع الحاصل. نعم. الكاس بتقول سوديكال، الاتحاد الشيء الوضح متواطئ مع حازم، لانه الاتحاد لو اخذ ما نقدر نسميها تواطؤ. معليش، ما الاتحاد لو الاتحاد يا استاذ طارق لو اخذ اي خطوه ضد حازم بتعني اشياء كثيره بالنسبه للاتحاد.